هاجمت أنظمة القاعدة مواقع تابعة لمسلح أنصار الله بمدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية إن التنظيم هاجم ليلة أمس مواقع لأنصار الله في دار النجد بمدينة رداع. المصدر أوضح أن اشتباكات عنيفة بين الطرفين أعقبت الهجوم، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بينها قذائف الهاون والإربجي، مؤكدا إن المواجهات استمرت حتى الساعات 1:30 بعد منتصف الليل. ووفقا لذات المصادر، فإن مسلحي تنظيم القاعدة المسنودين بالقبائل تمكنوا من السيطرة على تلك المواقع، لكن أنصار الله سيطروا عليها من جديد في وقت لاحق.